لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة ونحن بصدد القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غزوة خيبر، والكلام على فتح الحصون، وتوقفنا عند فتح حصن الصعب ابن معاذ، وكان هذا الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم الذي تم فتحه قبل هذا الحصن. فقام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب ابن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. فقد روى ابن إسحاق يعني في سيرته أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. فقال: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، وأكثرها طعاما وودكا، فغدا الناس. ففتح الله عز وجل حصن الصعب ابن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. يعني الودك هو دسم اللحم مثل الدهن يعني. ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، ودار البراز والقتال أمام الحصن، ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعد المنجنيقات والدبابات، يعني التي ترمي المنجنيق، وهو عبارة عن كتل من النار تشتعل ثم تلقى من خلال هذه الآلة التي تذهب بها بعيدا وتنزل حارقة. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها، كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية. وهذا يعني دليل على تحريم الحمر الإنسية وأكل لحوم الحمر الإنسية، وهي الحمير المستأنسة التي تعيش معنا يعني، وهذا الحمير اللي نراها في يعني الطرقات، أو يستخدمها الفلاحون في يعني في الحقول وغيرها، هذه لا يجوز أكل لحومها، لكن يجوز أكل لحوم الحمر الوحشية الغير مستأنسة والتي تعيش في الغابات والبراري، فهذه يجوز أكلها، أما الحمر الإنسية فلا يجوز الأكل منها وهي حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم في خيبر أكل لحوم الحمر الإنسية، وأمر بأن تكفأ القدور وألا يأكل أحد منها شيئا. وكذلك حرم نكاح المتعة في خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن نكاح المتعة. ثم كان فتح قلعة الزبي، وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاه إلى قلعة الزبي، وهو حصن منيع في رأس قلة
يعني في قمة الجبل لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه، ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الحصن الثالث الذي فتحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هيكون حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير. فتح قلعة أبي، وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار، وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول. فتح حصن النزار، كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة، وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل، ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذرار والنساء، بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه. أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن والاشتباك مع قوات المسلمين، ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة. وهذه طبيعة اليهود، أولا يسكنون في أماكن يتحصنون فيها، وهذه الأماكن تكون مختصة بهم، ثم أنهم يتخذون فيها قلاع ولا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ولا يقاتلون قتال المواجهة، وإنما يقاتلون من وراء الجدران وفي داخل القلاع. وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق، ويبدو أن المسلمين قذفوا به القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن، انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة. طبعا إذا تم ضرب المنجنيق على الأماكن التي يتحصن فيها العدو، قد يكون فيها نساء وأطفال، ونحن عندنا في فقه الجهاد أنه لا يجوز قتل المرأة ولا قتل الطفل ولا قتل الراهب ولا قتل العامل في الحقل ولا حرق الشجر، ولكن هذا لا يجوز استقلالا، يعني إذا كان هذا الأمر مستقلا، يعني المرأة مستقلة أو الطفل مستقل، لكن إذا تحصن الجيش ومعه هؤلاء من أبنائهم ونسائهم ولا يمكن الوصول إليهم إلا بقذفهم بالمنجنيق أو المدافع أو الصواريخ أو غيرها، فسيقتل النساء وسيقتل الأطفال، وهذا يجوز تبعا، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني هناك في الفقه أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، حتى مثلا بيع العجل في بطن أمه، فهذا لا يجوز أن يبيع الرجل العجل في بطن أمه، هذا استقلالا، لكن يجوز أن يبيعه تبعا، يعني يبيع أمه بالحمل، يعني بما تحمل في بطنها، فيكون في بطنها جنين مثلا، فيبيعه الرجل تبعا،
يبيع الرجل تبعا، ولا يجوز بيع الثمار مثلا قبل بدو الصلاح، لكن يجوز الرجل أن يبيع الشجر بما تحمله من ثمر حتى لو كان قبل بدو الصلاح. فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ما لا يجوز استقلالا. فهنا أيضا يجوز في الجهاد إذا تترس العدو بالأطفال والنساء ولا يمكن الوصول إليهم إلا بقذفهم، وقد يموت الأطفال والنساء، فيجوز هذا لأنه هذا تبعا وليس استقلالا. يعني ليس المقصود قتل الأطفال والنساء، لكن المقصود الوصول إلى هذا العدو وهو تحصن بهذه الطريقة، فيجوز يعني تبعا ما ما لا يجوز استقلالا، حتى لا يحتج أحد علينا بأنه إذا كان هناك ضرب بالمنجنيق فسيؤدي إلى حرق البيوت، سيؤدي إلى قتل أطفال أو غيرهم ممن نقول أنه لا يجوز قتلهم، فهذا تبعا وليس استقلالا، ولا نحن لا نستطيع أن نميزهم، يعني لا نستطيع أن نميز هؤلاء عن هؤلاء بحيث نستطيع أن نصل إلى من يجوز قتله استقلالا، فبالتالي هذا يجوز قتله حتى لو كانوا مسلمين. يعني حتى لو تترس العدو بمسلمين أخذهم يعني الدرع واقي ولا يمكن الوصول إلى هذا العدو إلا بقتل المسلمين، فيجوز هذا، وهذا يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا. لا يجوز قتل المسلمين استقلالا، لكن يجوز تبعا إذا كان هذا يؤدي إلى الوصول إلى العدو إذا تترس بالمسلمين، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، فوقعت فيهم مقتلة كبيرة، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. وبعد هذا فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاه والشق، وكان في هذه كانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. وكده يبقى تم فتح خيبر في الشطر الأول، وهي فيها يعني 5 حصون تم فتحها، وهي فتح حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وقلعة الزبير وقلعة أبي وحصن النزار. أما الشطر الثاني من خيبر، لما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطا والشق تحول إلى أهل الكتيبة التي بها حصن القموس، حصن بني أبي الحقيق من بني النضير اللي كان قتله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر بقتله، وحصن الوطيح والسلالم، وجاءهم كل فل، فل يعني من الفلول يعني البواقي الهاربين يعني، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاط والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا، فساق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموس، بل يؤخذ من سياق أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. وقال الواقدي أنه يصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموس بعد إدارة القتال، أما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين ودون ما قتال. ومهما كان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما، واليهود لا يخرجون من حصونهم، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق، فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. وإحنا يعني نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر المنجنيق لأنه سيحرق ويدمر، وأنه قد يموت فيها الأطفال والنساء والرهبان وغير ذلك، ولذلك يؤخر هذا حتى لا يكون هناك مفر من استخدامه، يعني ليس ثمة سبيل إلا استخدام هذا المنجنيق. لكن في البداية يحاول أن يقاتل قتال يميز فيه
بين الرجال وبين النساء والأطفال والرهبان والعمال وغير ذلك الذين لا يقاتلون. أما هؤلاء إذا قاتلوا فيقتلوا، إذا قاتلوا فيقتلوا، إذا كانوا يعينون على القتال فإنهم أيضا يقتلوا، هؤلاء يقتلوا. لكن إذا لم يشاركوا في القتال فإنها نحن لا نقتل النساء ولا الأطفال ولا الرهبان في الصوامع ولا العمال في الحقول، إنما نقتل المقاتلة الذين يقاتلون. المفاوضة. وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فأكلمك، قال نعم، فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. الكراع والحلقة يعني الأسلحة، إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك، وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. قتل ابن أبي الحقيق لنقض العهد. وعلى الرغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، غيب مسكن فيه مال، المسك اللي هو الجلد بعد الدبغ، الجلد بعد الدبغ يسمى مسك، ويسمى شن، ويسمى قربة. أما الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب، يسمى إهاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما إذا دبغ لا يسمى إهاب، إذا الجلد دبغ لا يسمى إهاب. فغيب مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. وبكده يبقى يعني خالف العهد والمعاهدة ونقضها، ولذلك قتل. قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع، وكان عنده كنز من بني النضير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه. فأتى رجل من اليهود فقال: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ قال نعم. فأمر بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقى فأبى أن يؤديه، فدفعه إلى الزبير وقال: عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه. ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة. وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم، يعني ابنه يعني، فقتله به. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. صفية التي أصبحت بعد ذلك زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت حيي ابن أخطب. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لمكانتها، يعني هي كانت ذات مكانة في أهلها وقومها قبل الإسلام، فلما أسلمت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها عزة أفضل مما كانت تعتز به في جاهليتها، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل مهرها عتقها عليه الصلاة والسلام. قسمة الغنائم. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها،
فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غلمان يقومون عليها، يعني في زراعتها، وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليه. التخريص هو التخمين في تقدير الشيء، فكان يعني يذهب عبد الله بن رواحة يخرص التمر على الشجر، عندما يمتلئ الشجر بالتمر فيذهب يقول إن هذه الحديقة تأتي بكذا من التمر، كذا صاع من التمر، وهذه الحديقة تأتي بكذا صاع من التمر، يخرصه عليهم، يخمن يعني أن تأتي بكذا، ثم يقدر النسبة التي للمسلمين والنسبة التي لهم. وقسم أرض خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 100 فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. الراجل يعني الذي يمشي على رجليه ليس معه فرس. ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وما رواه عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. حدث للمسلمين غنى بفتح خيبر وأخذ الغنائم منها وتقسيمها على المسلمين، اغتنوا بذلك بعد أن كانوا يعيشون حالة من الفقر، خاصة المهاجرين منهم. ثم قدم جعفر بن أبي طالب والأشعريين، وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. جعفر رضي الله عنه كان في الحبشة، وجاء جعفر في إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، يعني بلغنا أن النبي هذا الوقت بعث وخرج، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي في 54 رجلا من قومي، ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوفقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوفقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا، يعني جعل لنا سهما في خيبر. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. لعل هذا لأنهم كانت غيبتهم بأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم أن يذهبوا إلى الحبشة وأن ينتظروا هناك، ثم أرسل إلى النجاشي أن يرسل إليه جعفر، أن يرسل إليه جعفر، فوضعهم في سفينة ثم أرسلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل ما بين عينيه، وهذا فيه يعني ما كان من الود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم
كان يحب أهله حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، فكان يحب العباس، وكان يعني عمه العباس حبا شديدا، وكان يتمنى إسلامه، حتى قال عمر: والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب، لما أرى من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسلام العباس. وكان يحب جعفر ابن أبي طالب وحمزة رضي الله عنهما، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لمقتل حمزة رضي الله عنه ولمقتل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. كان يحب عليا ونساءه وأبناءه فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وغيرهم من أبنائه. كانت العلاقة علاقة ود شديد جدا بينه وبينهم، وحتى أحفاده الحسن والحسين وغيرهم، فكانت العلاقة علاقة شديدة فيها حب وفيها مودة بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم. فلما قدم جعفر من الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل ما بين عينيه وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني هذا الفتح العظيم الذي تم في خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يساويه بقدوم جعفر، فيقول: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه، فأرسلهم النجاشي على مركبين، وكانوا 16 رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. الزواج بصفية رضي الله عنها. ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة ابن أبي الحقيق لغدره، ولما جاء السبي جاء دحية ابن خليفة الكلبي، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية، إذا جاء في صورة إنسان جاء في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، ومرة جاء في صورة أعرابي في حديث سؤاله عن الإسلام والإيمان، فهذه المرة الوحيدة التي جاء فيها في صورة إنسان كان في صورة الأعرابي، أما بقية الحالات التي جاء فيها في صورة إنسان كانت في صورة دحية ابن خليفة الكلبي. فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبع. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح عروسا بها، وأولم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق، وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها. يعني هذا زواج صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير. وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وأولم عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها زوجة وليست أمة، وإنما هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولم عليها بحيس من التمر والسمن والسويق، يعني وهذا يدل على أن الوليمة لا يشترط فيها شيء، يعني لا يشترط فيها الذبح مثل العقيقة، فالعقيقة يعني� لابد فيها من الذبح،
يعق عن الولد بشاتين وعن البنت بشاه، ولو عق عن الولد بشاه جاز ذلك، جاز ذلك. لكن لا يصلح شيء في العقيقة إلا الذبح، لابد من ذبح شاة، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية من الصفات، وتقسم أيضا تقسيم الأضحية، هذا في العقيقة. لكن في الوليمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. فالوليمة قد تكون على خبز، قد تكون على لحم، قد تكون على أرز، يعني لا يشترط فيها شيئا ولا يشترط فيها ذبح، المهم طعام يقدمه للناس في العرس، يقدمه للناس في العرس. والوليمة تكون بعد الدخول، إذا دخل بعروسه أو لم بعدها، ليعلم الناس أنه دخل بها، ليعلم الناس أنه دخل بها. احنا قد نرى بعض الإخوة يقدم الوليمة قبل الدخول، الوليمة يقدمها قبل الدخول، وهو يجمع الناس على طعام قبل أن يدخل بعروسه. لكن السنة فيها أن يكون الوليمة بعد الدخول، إذا دخل بعروسه أو لما فيعرف الناس أنه دخل بها. ورأى بوجهها خضرة فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي، فقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة. يعني هذا كان تأويل الرؤية ووقعت كما تأولها زوجها. ولذلك إذا رأى الإنسان رؤية حسنة فيقصها على من يحب حتى يؤولها له تأويلا حسنا، لأن الرؤية تقع على ما تؤول به. وأما إذا رأى رؤية يكرهها فلا يقصها على أحد، لا يحكيها لأحد حتى لا تؤول فتقع كما أولت. أمر الشاه المسمومة. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاه مصلية، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيه من السم، ثم سمت سائر الشاه، ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يصغها ولفظها، ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت، فقال ما حملك على ذلك؟ قالت قلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر، فتجاوز عنها. وكان معه بشر بن البراء بن معرور أخذ منها أكلة فأساغها فمات منها. واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا فلما مات بشر قتلها قصاصا، ولعل هذا هو الصحيح. قتل الفريقين في معارك خيبر. وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 4 من قريش، وواحد من أشجع، وواحد من أسلم، وواحد من أهل خيبر، والباقون من الأنصار. لعل الذي من أهل خيبر هذا رجل غير معروف، كان راعي غنم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال يا رسول الله إني أسود اللون، دميم الوجه، نتن الرائحة، لا مال لي، أنا إذا قتلت فقتلت أدخل الجنة؟ يعني واحد بهذه الهيئة ممكن يدخل الجنة، أسود ودميم ونتن الرائحة وفقير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقاتل فقتل. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجم ببردته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله الصحابة عن سبب ضحكه قال وجدت زوجتيه من الحور العين بين لحمه وجلده، بين بردته وجلده. فكان هذا هو الرجل راعي الغنم، لعله هو هذا الرجل الذي من خيبر،
يعني الناس لا يعرفون اسمه ولا رسمه، لكن الله يعرفه. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 18 رجلا، وذكر العلامة المنصور فوري 19 رجلا، ثم قال إني وجدت بعد التفحص 23 اسما، واحد منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط، واحد مات لأجل أكل الشال مسمومة، وواحد اختلفوا هل قتل في بدر أو في خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر. أما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا. فدك. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث محيص بن مسعود إلى يهود فدك ليدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا عليه. فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحونه على النصف من فدك بمثل ما عمل عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم. فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. وادي القرى. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وأن هذا غلول، وهذا الغلول يمنع من الشهادة حتى لو قتل في ساحة القتال، لأن الناس مروا فقالوا هذا شهيد وهذا شهيد، حتى أتوا إلى هذا الرجل فقال هذا في النار في شملة غلها، في شملة غلها، يعني أخذها لنفسه قبل أن تقسم الغنائم. وهذا فيه الكلام على إطلاق الشهيد، يعني ليس كلمة إطلاق الشهيد هذه من المنح التي نمنحها نحن للناس. الشهادة هذه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني من قتل في سبيل الله، يعني في الأحكام التي أخذت من الشرع، أنه من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر فهذا هو الشهيد. وبالتالي نحن حتى من قتل في ساحة المعركة نحسبه شهيدا، ولكن لا نقطع بشهادته، لأنه قد يكون هناك مانع من الشهادة. وكان هذا في إحدى المعارك، الناس رأوا رجل يقاتل بسيفين وأبلى بلاء حسنا، فأخذوا يحكون لذلك، يقصون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو في النار. قال رجل فتبعته في اليوم الذي بعده حتى أصيب في ذراعه فلم يحتمل أن يكون مصابا يعني، فوضع ذبابة السيف بين ثدييه ثم ضغط على السيف فخرج من ظهره فقتل. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت البارحة أنه في النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله. فهذا رجل قتل في المعركة، والظاهر سيجدونه بين القتلى، لكنه ليس بشهيد، هذا قتل نفسه. وبالتالي حتى من قتل في ساحة القتال فنحن لا نعلم نيته، لأنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قد يكون الإنسان يقاتل شجاعة، قد يكون يقاتل حمية، قد يكون يقاتل من أجل المال، لأجل الغنيمة، وليس له يعني احتساب للأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لم نطلع عليه. وبالتالي يعني هناك شهيد في الدنيا، وهناك شهيد في الآخرة، وهناك شهيد في الدنيا والآخرة، وهناك شهيد في الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا وهو
الذي قتل في ساحة القتال ولكنه لم يكن يقاتل في سبيل الله، فنحن كأهل الدنيا نحن سنتعامل معه على أنه شهيد من الأحكام، يعني لا يغسل ولا يكفن، إنما يدفن في ملابسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ثم صلى عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن لا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن في ملابسه التي مات فيه. فسنتعامل معه نحن على أنه شهيد، لكن هو عند الله ليس بشهيد، لأنه لم يكن يقاتل في سبيل الله، وهناك أيضا يعني شهيد في الآخرة وليس بشهيد في الدنيا. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد والحريق شهيد والذي يموت في الهدم شهيد والمطعون شهيد والمبطون شهيد والمرأة يقتلها ولدها بجمع شهيدة، يعني تموت وهي حامل أو تموت عند الولادة فهي شهيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجموعة من الشهداء، عدهم 7 صلى الله عليه وسلم، هؤلاء شهداء عند الله لكن في الدنيا ليسوا بشهداء، نحن نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم لا نتعامل معهم معاملة الشهيد، لكن هم شهداء عند الله. يبقى هناك شهيد عند الناس وشهيد عند الله، وفي شهيد عند الله وعند الناس، وهو من قاتل في ساحة القتال مقبل غير مدبر يريد وجه الله، فهذا شهيد عندنا سنتعامل معه في الدنيا على أنه شهيد، بحيث أنه لن نغسله ولن نكفنه وندفنه في ملابسه التي قتل فيها، وهو عند الله شهيد إذن هذه مرتبة نحن لا نمنحها لأحد، كل من يموت مثلا نقول أنه شهيد، نقول أن هذا شهيد، نحن لا نعرف حاله، ولكن نحن نحسب من قتل في سبيل الله أنه شهيد، نحسب ذلك، ولذلك نحن لا نمنح هذا اللقب، وليس تنقصا مما مات ممن مات ظلما. قد يكون إنسان مات ظلما، مثلا قتله ظالم أو شيء من هذا، أو قتل غدرا أو غير ذلك. وحتى من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون داره فهو شهيد. فهذه أنواع من الشهادة أيضا تضاف إلى 7 الأول، فيكون هناك أنواع أخرى من الشهادة، لكن هؤلاء شهداء في الآخرة، لكن نحن نتعامل معهم في الدنيا على أنهم موتى عاديين، ونقيم عليهم كل شعائر الخاصة بالجنائز، لكن الذي يموت في ساحة القتال هذا أنا أقول نحسبه شهيد، وهذا قد يكون شهيدا عندنا وليس شهيدا عند الله، قد يكون شهيدا عندنا وعند الله سبحانه وتعالى. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراي إلى الحباب بن المنذر، وراي إلى سهل بن حنيف، وراي إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا. وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام، يعني الدعوة مستمرة، كل ما يقتلون رجل منهم يدعونهم إلى الإسلام فيرسلون رجلا آخر حتى قتل منهم 11 رجلا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أهله، هم الذين يبدأون بالقتال، يعني الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح
حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام وقسم على أصحابه ما أصاب بها بوادي القرى 4 أيام وقسم على أصحابه ما أصاب بها وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. وهذا فيه جواز مشاركة غير المسلم، يعني إذا كان احتاج الإنسان إلى ذلك، لم يجد مسلما يشاركه على تجارة أو على أرض أو غير ذلك، فيجوز المشاركة، وهي ليست نوع من الولاء والبراء، ليست نوعا من الولاء والبراء، لا البيع ولا الشراء ولا المشاركة ولا شيء، هذه ليست من الولاء والبراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك يهود خيبر وغيرهم على الأرض على أن يكون لهم النصف وله النصف. وهذه مسألة تسمى المساقاة، هذه مسألة تسمى المساقاة، يعني عندما يكون الزرع الشجر موجود ويأتي إنسان يشارك على أن يخدم في هذا الشجر حتى يثمر ويكون له جزء من الثمر، ولصاحب الأرض والشجر جزء من الثمر، هذه مسألة في الفقه تسمى المساقاة. وأما المزارعة فهي الشركة على الزراعة، الشركة على زراعة الأرض، يعني إذا كان سيزرع قمح أو أرز أو شيء من هذا، فالشريك يأتي يزرع هذا الزرع، وعندما يخرج يعطي لصاحب الأرض جزء من الإيه؟ جزء من الزراعة. فالمسألة التي فيها زراعة سنستنبت نبات، يعني هذه تسمى المزارعة، الشركة هذه تسمى المزارعة. وأما إذا كان الزرع قائما وهو الشجر موجود كالشجر والنخل وشجر الفواكه، مثلا شجر الموز، شجر غيره من النباتات، مثل يعني أشجار المكسرات وغيرها، فإذا كان بيشارك عليها، يأتي واحد يشارك عليها على خدمة الأرض والعناية بها وتسميدها وتنقيتها من الآفات وغير ذلك حتى تأتي بالإنتاج، فهذه تسمى المساقة، مسألة هذه تسمى المساقة. تيماء. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى لم يبدو أمام مقاومة، لم يبدو أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم وكتب لهم بذلك كتابا، وهك نصه: هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عادية، أن لهم الذمة وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد، وكتب خالد ابن سعيد. تيماء دي بتقع بين تبوك وبين خيبر، يعني في المنتصف بين تبوك وبين خيبر، يعني واحنا متجهين الى الشمال تكون قبل تبوك، واحنا متجهين الى الجنوب يعني جايين من الاردن الى المدينة، بتكون تيماء بعد تبوك، تكون تيماء بعد تبوك. العودة إلى المدينة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصير. يعني لما أشرفوا على الوادي كبروا ورفع أصواتهم بالتكبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهذا فيه أدب الدعاء والذكر، أدب الدعاء والذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. الآية هذه جمعت أداب الذكر، واذكر ربك في نفسك،
يعني الإنسان عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر في نفسه تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، ابتهالا إلى الله عز وجل، وخيفة من الله سبحانه وتعالى، ودون الجهر من القول، لا يرفع صوته بصوت عال ولا يجعل الكلام في نفسه، لابد في الكلام من تحريك اللسان والشفتين عند النطق بالكلام حتى يكون كلاما. الكلام اللي في الفؤاد ليس كلاما، إنما جعل اللسان على الكلام دليلا، الدليل على أن في كلام، اللسان هو الدليل على الكلام. فالإنسان عندما يذكر الله، يذكر الله سبحانه وتعالى بالنطق باللسان وتحريك الشفتين، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا يرفع صوته أولا، لأن هذا أدب ذكر، لأنه لا يدعو أصم ولا غائب، فالله سبحانه وتعالى سميع بصير قريب سبحانه وتعالى. والأمر الثاني حتى لا يشوش على الذاكرين، يعني كلنا ذاكر لله سبحانه وتعالى، فإذا رفع صوته لم نستطع نحن أن نذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا أدب الذكر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، يعني عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه آية جمعت يعني أداب الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي مرجعه ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال اكلأ لنا الليل، اكلأ لنا الليل، اكلأ يعني احرس، احرس لنا الليل. كيف يحرس الليل؟ يعني اوعى الليل يتفلت منك والصبح يأتي واحنا ما صليناش الايه الفجر، يعني ما صليناش الصبح. اكلأ لنا الليل يعني احرسه حتى اذا طلع الفجر توقظنا لكي نصلي الصبح. قال اكلأ لنا الليل، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته، فلم يستيقظ احد حتى ضربتهم الشمس. وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من ذلك الوادي وتقدم، ثم صلى الفجر بالناس. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر. وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر سفر أو في ربيع الأول في السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة. سرية أبان بن سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعا، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصنة. ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن سعيد بينما كان هو إلى خيبر. وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، فوفى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها. والأغلب أن هذه السرية كانت في سفر في السنة السابعة من الهجرة، وقد ورد ذكرها في البخاري. قال ابن حجر لم أعرف حال هذه السرية. هذا السرد بينا فيه فتح النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر كلها، سواء كان الشطر الأول فيها أو الثاني، والمعارك التي دارت والحصون التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فتح فدك ووادي القرى وأيضا تيماء، وكل هذا يعني جلب المسلمين غنائم كثيرة. كانت هذه الغنائم يعني سبب في إغناء المسلمين وتقوية قوتهم العسكرية أيضا. وكان هذا في السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة، وبقي يعني بقية في السنة السابعة، وهي غزوات أدها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة. وكل هذا كان من آثار
المترتبة على صلح الحديبية. يعني صلح الحديبية جعل جزء كبير من خصوم النبي صلى الله عليه وسلم مجنبين، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ للباقين من حيث الدعوة. أرسل كل، رأينا الرسائل التي أرسلها إلى الملوك والأمراء وفي دعوتهم إلى الله عز وجل. ثم الجانب الثاني هو التخلص من الخصوم المناوئين له، فكان في ذلك غزوة خيبر وما تبعها من فدك ووادي القرى وتيماء. وبقيت بواقي منها غزوة ذات الرقاع، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة، يعني هو كان عنده ثلاثة أجنحة وهي الوثنيين والمنافقين واليهود، الوثنيين والمنافقين واليهود. فلما كسر هذا الجناح وهو جناح اليهود، طبعا بفتح خيبر انتهى هؤلاء اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك قضى على بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ثم يهود خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء، ويصبح اليهود قد تم القضاء عليهم وتحييدهم من المعركة، تحييدهم من المعركة. وده جزء كبير جدا من هذه الأجزاء الثلاثة. يبقى الوثنيين في داخل المدينة، تقريبا تم القضاء على الوثنيين، لكن في الخارج المشركين كانوا موجودين، ما زالوا في القرى المجاورة للمدينة أو المشركين الموجودين في مكة، ومعهم الأحلاف الذين تحالفوا معهم. هؤلاء تم تحييدهم بمعاهدة وهي التي تمت في الحديبية، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للجزء الباقي. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاث، تفرغ تماما للالتفات إلى الجناح الثالث، أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع، كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت بالنسبة لأهل مكة وخيبر، ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى. ولفرض الشوكة أو الاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع، وعمت أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة. ولكن حضور أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة يدل على وقوعها بعد خيبر، والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول في السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة. إن أبو موسى جاء في السنة السابعة إلى خيبر، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه. وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع بني أنمار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه، واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد 2 من المدينة، ولقي جمعا من غطفان فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. ودي صورة من صور صلاة الخوف أو صلاة الحرب، ولها أكثر من صورة، يعني لها أكثر من صورة، وليست هذه الصورة الوحيدة، بل هناك صورة أن يصلي ركعة
بنصف القوم، والباقي يأخذون أسلحتهم وحذرهم، ثم الذين صلوا الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون أسلحتهم وحذرهم، وتأتي الطائفة التي لم تصلي فتصلي معه الركعة الأولى بالنسبة لها والثانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي الطائفة الأولى التي صلت الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي الركعة الثانية فرادى ثم ينصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي الركعة التي بقيت لها ثم ينصرف. وهي لها أكثر من صورة، وهي في هذه الصورة صلى ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فيكون صلى أربعا صلى الله عليه وسلم وهم صلوا ركعتين. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسمي ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا، يعني حماية لها من الأرض. الأرض فيها حصى وشوك وفيها أيضا حرارة شديدة في الصحراء، فيعني تأذوا من المشي على أقدامهم فربطوا الخرق وسميت ذات الرقاع. وفيه عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلطا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: فسقط السيف منه، يعني من الأعرابي، فسقط السيف من يدي فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى سبيله فجاء إلى قوم فقال: جئتكم من عند خير الناس. يعني حتى هذا وإن لم يسلم فقد تغيرت الصورة الذهنية عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني فائدة الاعتصام بالله سبحانه وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. الإنسان يعني إذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقيه وينجيه ويغنيه ويدفع عنه الشر والأذى. فلما قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فوقع السيف من يدي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما رجع إلى قومه قال: جئتكم من عند خير الناس. وهذا قد تغيرت الصورة الذهنية عنده، حتى وإن كان بقي على الشرك لكن أصبح يعني يعرف أن هذا خير الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس. فالدعوة أيضا ليست معناها أن الناس سيدخلون الإسلام إذا دعوناهم جميعا أو سيتركون المنكرات إذا دعوناهم، ولكن نحن نبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، وحتى هم إذا لم يسلموا فإن الصورة الذهنية عن أهل الإسلام قد تصحح. وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي عوان عن أبي بشر اسم الرجل غورث ابن الحارث، قال ابن حجر: ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه
أنهما قصتان في غزوتين والله أعلم. وفي مرجع من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين، فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة، يعني للمراقبة، شخصين للمراقبة، ربيئة للمسلمين يعني يراقبون العدو للمسلمين، وهم عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فضرب عبادا وهو قائم يصلي، يعني هذا الرجل أصاب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه يعني أيقظ عمار، فقال سبحان الله هل نبهتني، يعني من أول سهم، فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، يعني تحمل الألم هنا يعني أهون من قطع السورة عنده، ذلك لحبهم للقرآن، حبهم لله عز وجل ولرسوله ولما أنزل الله سبحانه وتعالى. وفيه من الفقه أيضا جواز الصلاة والجرح يثعب دما، مع أن الدماء نجسة، لكن إذا لم يستطع الإنسان إيقاف الدماء فإنه يجوز أن يصلي وجرحه يثعب دما، فإنه أصيب بالسهم الأول فنزعه، ثم بالثاني فنزعه، ثم بالثالث فنزعه، وهذا يدل على أن الدماء كانت تسيل منه. وأيضا هذا في حديث عمر رضي الله عنه أنه لما طعن أتاه المسور بن مخرمة فأيقظه فقال يا أمير المؤمنين أتصلي؟ فقال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وصلى رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. فهذا فيه وإن كان الدم نجسا لا يجوز الصلاة فيه، إلا أنه إذا كان الجرح ينزف لا يستطيع إيقاف هذا فإنه يصلي مع وجود هذا الأمر. يعني الصلاة بالنسبة لأركانها فإن كل أركان الصلاة، كل أركان الصلاة يمكن أن يكون هناك فيها عذر إذا كان الإنسان معذورا فيها، سواء كانت هذه الأركان أو الشروط، إلا الوقت، الوقت ليس فيه شيء من العذر، لا بد أن يصلي الصلاة في وقتها، لا بد أن يصلي الصلاة في وقتها، إلا ما أباحه الله سبحانه وتعالى من الجمع في السفر، جمع تقديم أو تأخير بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا وقت له، هذا وقت للصلاة. والعذر في الوقت هو النوم والنسيان فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وده العذر الوحيد في الوقت. أما في غير ذلك فإذا كان الإنسان لم يجد ماء يتيمم، فإذا لم يجد صعيدا طاهرا يصلي صلاة فاقد الطهورين في الوقت، يعني يحافظ على الوقت حتى وإن لم يجد الطهور الذي يتطهر به، إذا لم يجد ما يستر به عورته صلى في الوقت عاريا، صلى في الوقت عاريا. إذا كان مصلوبا إلى غير القبلة صلى إلى غير القبلة ولم يركع ولم يسجد، وإنما يومئ برأسه، يومئ برأسه. فأركان الصلاة من ركوع وسجود واستقبال قبلة وطهارة وغير ذلك، كل هذا الشرع يمكن أن يتغاضى عنه للعذر، ولكن الصلاة ليس فيها ثمة عذر إلا النوم أو النسيان فقط في وقتها. فأعظم شيء في الصلاة الوقت، المحافظة على وقتها. ولذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا، لابد أن تؤدى في وقتها، مثل الوقوف بعرفة، من وقف يوم العاشر فلا حج له، ومن وقف يوم الثامن فلا حج له، لابد أن يقف يوم التاسع. والصلاة كذلك لابد أن تصلى في وقتها، لأن هذه عبادة مؤقتة، شهر رمضان، صيام رمضان، من صامه في شعبان لا يصح منه، ومن صامه في شوال لا يصح منه، لابد أن يصوم في رمضان. فالعبادة المؤقتة لابد أن تصل، أن تؤدى في وقتها، والصلاة وقتت لها أوقات فلابد أن تؤدى في وقتها. وفي رواية في مرجع من كان لهذه الغزوة
أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة. وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت. حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة وتغزو حنينا وتأخذ من غنائمها، ويبعث إليها المصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح. فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب، وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوات بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة، لأن الظروف في داخل البلاد كانت قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين. وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال في السنة السابعة من الهجرة، وبعث في خلال ذلك عدة سرايا، ويعني هناك تفصيل لهذه السرايا أعلنا نذكرها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. كفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.